نزل فريق الهلال الأحمر متطوعا إلى طرقات مدينة الترهونة غير المصانة منذ 20 عاما، وقام بردم التشققات الناتجة عن عوامل التعرية وتعاقب الفصول الموسمية والإهمال. طبعا اليوم هذا اليوم العالمي للتطوع، فبنقمنا نحن وشباب الهلال الأحمر الترهونة بصيانة بعض الطرق الداخلة والخارجة من الترهونة، هي طبعا كلها طبعا حالات احتياجات إنسانية عاجلة، لأن نقول أن نحن ضغط معاهم للدولة، بس هذه وفق الإمكانيات المتاحة لدينا قمنا بصيانة بعض الطرق، مش كل بعض الطرق المؤدية والخارجة من ترهونة، وهذه طبعا بالتعاون مع مكتب المواصلات والنقل البحري في مدينة ترهونة. ونطلب من طبعا من الجهات ذات العلاقة أن يقوموا بمساعدة فريقنا نحن، لأن نحن إمكانيات لا توجد إمكانيات، كل الإمكانيات الموجودة اللي درناها اليوم كلها مساعدات جت طبعا من بعض المواطنين، بالإضافة إلى بعض الإمكانيات اللي هي موجودة عند الأحمر. نظرا لعدم وجود الإمكانيات، ومع هذا وفرنا وحاولنا أن نوفر بعض الإمكانيات من الأخوة اللي هم أصحاب الخير. حرصا منهم على الحد من المخاطر التي تسببها هذه الحفر في الطرقات العامة بمدينة ترهونة، أقيمت أعمال الصيانة من الطريق الرابط بين ترهونة الخضراء وطريق العبدلي التي تعتبر طريقا رئيسيا لقاصدي الخضراء ومسلاتة وترهونة بين سكان مدينتي ترهونة وبنوليد.